يعني لما عرفناها شفناها عرفنا على انها يعني حتاخد مشاكلنا وحترمي قدام المسؤولين، ودي اكبر خدمه لينا. والحمد لله يعني نشكر قناه احنا اللي بنشكركم، وان شاء الله وبعدين انا انتهز الفرصه واشكر حكومه المستشار عدل منصور الذي فتح لنا ابواب الخير، واشكر القوات المسلحه اللي هي حارسانا. نحن نقول حراس البوابه الجنوبيه، نحن ما حراس البوابه الجنوبيه، نحن هم القوات المسلحه هي حراسه البوابه الجنوبيه. يعني بامانه نحن يعني قوات مسلحه، ما هي اولادنا اللي هي منكم ومننا ومن كل حته، يعني بفضلهم هم يعني برضو قاعدين برضو نعتبر نفسنا حراس. وبعدين نشكر شؤون القبائل اللي دائما تمهد لنا الطريق في الزيارات وفي يعني في المشاكل الزيدية وفي القضايا الزيدية، عشان الواحد يقول يعني يتكلم في حقه. بعدين نشكر السيد المحافظ أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. الراجل ده أنا شفته يعني راجل فعلا متحمس يخدم المنطقة دي إذا نحن وقفنا معه إن شاء الله. وشكرا إن شاء الله.